اللي قاله المهندس محمد، وانا يعني اكدت عليه، في ان احنا اي مدارس في الخريطه، على الخريطه اللي انتم عايزينها اللي بتغطي مناطق صناعيه معينه او صناعات معينه، مستعدين نعيد تخصيصها ونأهلها عشان تقوم بالدور ده وتبقى انتم المسؤولين عنها زي ما انتم بتعملوا دلوقتي. النقطه الثالثه، انت قلت ان في اراضي ممكن تكون موجوده في المحافظات، وانا هفكر نفسي وافكر الدوله ان في اراضي اسمها الاراضي المسترده اللي كان عليها تعدي خلال السنين اللي فاتت، ودي موجوده في كل المحافظات وفي اماكن قد تكون داخل كتل سكانيه يمكن، او يعني عايز اقول حجم لا باس به، انا بتكلم على ملايين الامتار. انا بقول كده لينا كلنا كحكومه وكوزارات معنيه بالموضوع، ان احنا ننسق فيما بيننا عشان نبقى شايفين الاراضي ديت ونقول طب دي اراضي متاحه نعيد تخصيصها طبقا للقواعد والشروط يا دكتور مصطفى للمستثمرين اللي راغبين ان هم يعملوا المصانع بتاعتهم الصغيره والمتوسطه في الموضوع.